مرحبا بالجميع، صباحكم سكر، صباحكم عسل، صباحكم نشاط وحيوية. نحن اليوم في لقاء معناتها تابع لحدث مايكروسوفت جلوبال ليرنينج كونكشن 2020. انا فرحانة برشا انه معايا مجموعة من المدرسين الكبار من تونس، من سوريا، من العراق، من مصر، يلتحق بنا مدرسون آخرون بإذن الله. أنا سعيدة جداً أني أتقاسم معكم مشروعي اللي أنا سميته مدرستي تهتم بصحتي. وما أدراك ما موضوع الصحة؟ والصحة هي تاج فوق رؤوس الأصحاء، وإحنا في وباء كوفيد-19، يعني وباء عالمي. نرجو الله السلامة للجميع، ونرجو أن يعافينا منه وأن يزوح هذه الغمة عن كل البلدان في العالم، ونرجع إلى حياتنا الطبيعية التي كنا ننعم بها ولم نشعر بتلك النعم إلا الآن، يعني بعد هذا الوباء. الحمد لله أني أكون معكم في هذا الصباح، وإن شاء الله اللقاء هذا يكون مفيد لتلاميذنا. هناك بعض الأسئلة التي سنطرحها على التلاميذ والأساتذة أيضا المدرسين، وأحنا في موضوع الصحة نريد أن نتحدث على المخاطر الصحية التي تعترض التلميذ الطالب في محيطه المدرسي في سن المراهقة خصوصا، ونريد أجوبة، يعني ما هي هذه المخاطر، ما هي النتائج، ما هي العوامل، وما هي الحلول. نحن في مشاريع مثل هذه المشاريع التربوية دائما نبحث على حلول عملية وحلول افتراضية. مثلا انه بيستطيع التلميذ انه بيحلم انه يجد حل لمشكلة، لكن لا يستطيع ان يجسده على ارض الواقع، فيستطيع ان يجسده في عالم افتراضي ببرمجيات عديدة مثل الماينكرافت إدوكيشن إديشن، مثل الكوسبيسس إديو، مثل سكراتش، مثل المايكروبيت، مثل العديد من البرمجيات الموجودة. يستطيع أيضا أن يصنع بوسترز، بروشورز، يعني مطويات لكي يحسس، يقوم بالعملية التحسيسية. يستطيع أن يجد حلول عملية على أرض الواقع مثل الحملات التوعوية الصحية. نستطيع أن نقوم بإذن الله بمواعيد مع طاقم طبي يقدم نصائح لتلاميذنا، وهذا ما سأفعله بإذن الله يوم 29 نوفمبر في من هذا الشهر، وكلكم مدعوون في هذا الحدث. أنا قاعدة أنظم لحدث كبير مع أطباء ومع صيادلة، وأنا أدعو كل التلاميذ من العالم العربي أن يلتحقوا بنا في هذا اللقاء لكي يستفادوا من المعلومات العلمية الطبية من الأطباء المختصين. يعني سيكون برنامج اللقاء، أول شيء أنه سوف نستمع إلى الطلبة ونسأل عليهم، نسأل سؤال ما هي المخاطر الصحية التي يمكن أن تعترضهم. هناك فورمز سوف أشاركم معناتها هذا الفورمز لكي ترسلونه لطلابكم. سوف أشارك معكم الشاشة. مرحبا أخ عبد الله، جميل لك التحقت معنا. مرحبا أستاذة فاطمة، يسعدني التحاقك معنا أخي عبد الله. بارك الله فيك أستاذة فاطمة، أشكرك على الدعوة الكريمة، ومرحبا بجميع الأساتذة من حول العالم الحاضرين في هذا اللقاء الجميل بحضور كذلك تلاميذ وتلميذات من مختلف الدول العربية والعالم بأسره. يعيشك، بارك الله فيك، إن شاء الله يكون لقاء مفيد لتلاميذنا وطلابنا، هذا ما نسعى إليه بإذن الله. هذا هو الفورمز. الفورمز فيه بعض الأسئلة، يعني سوف تكتب الاسم واللقب. الشاشة واضحة؟
واضحة. جميل. هناك السؤال: ما هي أكثر المخاطر الصحية التي تعترضك كطالب في سن المراهقة في المحيط المدرسي؟ هذا أول سؤال سوف نطرحه على التلاميذ. سوف كل فصل موجود معنا افتراضيا الآن سوف يقدم المدرس يعني تلميذ بيجاوب على هذا السؤال مباشر معنا. وبعدين انه السؤال الثاني انا هنا حطيت احتمالات، يستطيع ايضا ان يذكر ان يضيف احتمالات اخرى. انا حطيت هنا مخاطر صحيه مثل الادمان، مثل العنف، مثل الهرسله، الغذاء الغير الصحي، التحرش، امراض نفسيه اجتماعيه، وهناك العديد من المخاطر الاخرى. هل تعرضت من قبل في وسطك المدرسي لاحد هذه المخاطر؟ سوف تجيب بنعم او لا. أذكر مخاطر صحية أخرى يستطيع الطالب أن يتعرض إليها في وسطه المدرسي. يمكن أنت كتلميذ كطالب تجم تفيدنا أنه هناك مخاطر أخرى لا ندري بها نحن، معناتها نحن الكبار. ما هي نتائج هذه المخاطر الصحية على الطالب؟ يعني هناك اضطرابات نفسية، هناك تدهور دراسي، هناك توتر، أمراض خطيرة مثل السرطان وغيره، عفانا وعفاكم الله. يوصلوا معناتها طلبة يوصلوا إلى الانتحار، وهذا شيء خطير جدا. نسأل السلامة لطلابنا جميعا. هنا في السؤال السابع أذكر نتائج أخرى يمكن يتعرض إليها الطالب. السؤال الثامن: ما هي الحلول الممكنة لتجنب هذه المخاطر الصحية؟ ونحن هنا في هذا المشروع نبحث على الحلول دائما، نريد أن يعيش التلميذ الطالب وأن يدرس في محيط مدرسي سليم وصحي، وهذا ما نأمله لأبنائنا يعني. وبإذن الله سوف نكون معهم نحن المدرسين يد بيد مع تلاميذنا لكي يدرسون ويتألقون في ظروف صحية مناسبة. هناك أنا حطيت بعض الاحتمالات: تجنب أصحاب السوء، ممارسة الرياضة، الغذاء الصحي السليم، ممارسة أنشطة ثقافية في أوقات الفراغ، القيام بالتحسيس من الإطار الطبي المدرسي، وهذا مهم جدا أنه يقوم مجموعة من الأطباء بالتحسيس والتوعية لطلابنا. السؤال التاسع: أذكر حلولا أخرى تخطر في بالك لمواجهة المخاطر الصحية التي تعترض الطالب في محيطه المدرسي. هل تريد الحضور في ندوة صحية توعوية عن بعد يوم الأحد 29 نوفمبر مع طاقم طبي؟ سوف أنا أجهز لهذا الملتقى بإذن الله. إذا جاوبت بالموافقة قم بكتابة بريدك الإلكتروني لكي نوفيك برابط اللقاء. إن شاء الله أنه توافقوا أنكم تحضروا لهذه الندوة إن شاء الله اللي راح تكون يوم 29 نوفمبر عن بعد، وهي ندوة معناتها فيها كثير من المسؤولين في قطاع الصحة والتعليم. أرجو أن تقبلوا دعوتي وأن تحضروا في هذه الندوة. ما هو رأيك في المشاركة في محادثات عن بعد مع طلاب من العالم العربي؟ وهذا سيكون بالطبع نتيجة لهذا اللقاء، واللقاء هذا هو فيه تلاقح فيه معناتها مجموعة من الأساتذة من العالم العربي، وما أحوجنا نحن بهذه اللقاءات يعني اللقاءات العربية لكي نتحاور، لكي نتناقش، لكي طلابنا يتلاقحون ويشتغلون مع بعض في مشاريع تربوية، وهذه هي غايتي من هذا اللقاء بإذن الله. بعدين سوف أشارك معكم فليب جريد، يعني تعرفون أن مايكروسوفت تهتم كثيرا بهذه البرمجية اللي هي الفليب جريد. سوف يقومون الطلاب إذا سمحوا لهم أولياءهم بالطبع أن يقوموا بتقديم أنفسهم. هناك أسئلة سوف يجاوبون عليها: هل أعجبك لقاؤنا اليوم 10 نوفمبر اللي هو لقاؤنا اليوم؟ هل أعجبك التحاور مع طلاب آخرين من بلدان عربية أخرى؟ هل أعجبك مشروع مدرستي تهتم بصحتي؟ ما مدى أهمية الصحة في حياتنا اليومية؟ وكطالب ما هي النصائح التي تقدمها لأصدقائك في هذا الموضوع؟ يعني أنت ستدخل على هذا الرابط بإذن الله، أنا شاركته
مع المدرسين، وسوف يشاركونه هذا الرابط مع تلاميذهم لكي يقوموا بتسجيل فيديو ويقومون بالإجابة على هذه الأسئلة. وفي آخر اللقاء سوف نلعب كهوت مع بعض عن بعد، وفيه أسئلة جميلة جدا تحسيسية وتوعوية في هذا الموضوع. الآن سوف أترك المساحة للمشاركين للإجابة على السؤال الأول مع تقديم النفس بالطبيعة. السؤال الأول هو السؤال الأول هو ما هي مخاطر الصحية التي تعترض الطالب في محيطه المدرسي؟ سنبدأ بك أخت بسمة، سوف تقومين بالتعريف بالنفس وتأخذين أحد طلابك ليقوموا بالإجابة على هذا السؤال. تفضلي أختي بسمة. بسمة؟ تفضلي. الصوت غير واضح أختي بسمة لأنه الإنترنت تقطع. الصوت متقطع. سوف نرجع لك بعد حين بسمة. سوف نأخذ معنا الآن الأستاذ عبد الله. سوف نرجع لك بعد حين. أستاذ عبد الله تفضل. مرحبا أستاذة فاطمة. جميل جدا ما أشاهده وراءك. يعني تلاميذ زي العسل. نعم، وتلاميذ بالزي التقليدي المغربي. ما شاء الله. بارك الله فيك أستاذة فاطمة، وبارك الله في مجهوداتك وفي عملك يعني في هذا المجال، خصوصا في التوعية والتحسيس، وهذا شيء مطلوب في مدارسنا بطبيعة الحال. عيشك. هل هناك من موجود في تلاميذك أو أنت أستاذ عبد الله تجيبنا على هذا السؤال؟ يعني أنت عمر تلاميذك صغار في السن، يمكن الموضوع كبير عليهم قليلا. أنا الموضوع هذا سوف أتعامل معه الأكثر شيء في الإعدادي والثانوي، لأنه تعرف سن المراهقة أخي عبد الله، وتعرف مشاكل سن المراهقة. يعني الأطفال ما زالوا بريئين من هل معناتها كل الأحاديث التي قلتها سابقا، لكن سوف أتحاور معك كأستاذ كمدرس في الإطار المدرسي. ماذا تستطيع أن تضيف لنا في هذا الموضوع؟ أستاذة فقط، هل من الممكن إعادة السؤال حتى يعني يتابع جميع التلاميذ السؤال والجواب في نفس الوقت حتى تكون الاستفادة؟ نعم. السؤال هو ما هي المخاطر الصحية التي يستطيع الطالب أو التلميذ أن يتعرض لها في محيطه المدرسي؟ وين أعطيت احتمالات في الفورمز، لكن أريد أن أسمع صوت التلميذ وصوت المربي كذلك. صحيح، بالنسبة للتلميذ خصوصا في وسطنا هنا بالمؤسسة، هناك احتمال يعني أن يقوم بلمس بعض الأسطح التي تتعرض للتلوث، وبإمكان ذلك أن يؤدي إلى إصابته بأمراض مثلا. وأخطرها كما هو معلوم عند الجميع هو فيروس كورونا الذي أصبح الجميع يتحدث. لذلك نحن هنا بالمؤسسة نقوم بتعقيم وحث التلاميذ على يعني غسل أيديهم بالصابون وكذلك الماء قبل ولوج وبعد يعني لمس الأسطح. وتم تعزيز كذلك المؤسسة بمجموعة من المعقمات التي يعني ستحمي أطفالنا من أي يعني من أي مؤثر خارجي عند لمس الأسطح. قلت إذن لمس الأسطح
ثم كذلك نعلم جميعا أن الأطفال يقومون بقطع مسافات طويلة للوصول إلى المؤسسة، ونعلم جيدا أن الجو بارد خلال هذه الأيام، وهناك إمكان يعني احتمال إصابتهم بنزلات برد بسبب يعني البرد القارس خلال هذه الفترة. وهنا نحثهم على ضرورة اعتماد مجموعة من الملابس الواقية من البرد، وكذلك تشغيل التدريب داخل الأقسام. ثم كذلك نحثهم على، خصوصا إذا تعلق الأمر بالتلاميذ الصغار، نحثهم على ضرورة يعني الحذر من استعمال الأدوات الحادة خصوصا في المواد العلمية. نحثهم على الانتباه وعلى التباعد أثناء المناولات العلمية. هذه فقط بعض الإشارات التي تحضرني خلال هذه الثانية. يعطيك الصحة أستاذ عبد الله، يعني معناتها برست معناتها نقاط مهمة لما تأتي في المايكروسوفت فورمز، يعني جميل جدا. وما رأيك أستاذ عبد الله في الوقاية؟ الوقاية نقول احنا مقولة شهيرة هي الوقاية خير من العلاج. الوقاية صراحة هي تأتي من خلال حملات التحسيس التي تنظم بالمؤسسة، وكذلك من خلال تواصلنا بمجموعة من الخبراء من مختلف العالم أو من مجتمعنا. كذلك نستضيف أطباء، نستضيف مجموعة من المتخصصين الذين يقدمون مجموعة من النصائح الذهبية للطلاب لكي يعني يعملوا بها. وكذلك الهدف الأساسي والمهم أنهم يقومون بإيصالها إلى يعني أولياء أمورهم وإلى بيوتهم وإلى إخوانهم الصغار كذلك في المنازل. صحيح، يعطيك الصحة. وماذا عن الغذاء الصحي؟ سؤال، نقطة استفهام للتلميذ يعني للطالب. الغذاء الصحي. نعم، خلال حصص يعني لدينا مادة وهي مادة النشاط العلمي، نتناول موضوع الغذاء الصحي، ونتناول كذلك موضوع كيفية الحفاظ على الجسم بشكل عام من خلال تناول أغذية متنوعة وصحية. ويعني نعمل يعني بين الفينة والأخرى من أجل تقديم بعض النصائح التي قد تساعد الأطفال على الحفاظ على أجسامهم وأجسادهم من خلال تقديم نماذج لوجبات صحية، تقديم وكذلك من خلال المطعم المدرسي، ولو أنه غير متوفر في وحدتنا، ولكن في وحدات أخرى هناك مطعم مدرسي. في هذا المطعم تتم الإشارة إلى بعض الأغذية الطاقية التي قد تساعد الطفل على التركيز داخل الفصل، وكذلك على وقايته من الأمراض الموسمية. صحيح. هل ممكن أستاذ عبد الله أن تقدم لنا بعض التلاميذ لكي نشاهد الزي المغربي الجميل؟ اسمي هو خديجة أنسكر. يمكن تفتحي لنا؟ مرحبا. مرحبا، هل تسمعونني؟ أنا اسمي خديجة أمسكة، أدرس في المستوى الخامس ابتدائي بمدرسة المسيرة الخضراء فرعية زيون. ما اسم اللباس التقليدي الذي تلبسينه؟ ما هو اسمه؟ هل لديه اسم؟ يمكن أن يعني أن تعطي أسماء باللغة الأمازيغية، سيكون ذلك أحسن، حتى يعني لأن هذا اللباس خاص بالمنطقة التي نعيش بها، وهي منطقة أمازيغية لا تتحدث أصلا باللغة العربية. مثالش أعطينا الاسم باللغة الأمازيغية أستاذ عبد الله. بالنسبة لي هذا الموجود فوق الرأس نسميه تونزة. إذا أثرسل.
ثم على مستوى كحلي هناك ما يسمى بأحلى، وهو الموجود في الصورة هنا، وهو كله من الفضة الخالصة. جميل جدا. نسأل السلامة لكل الأطفال أستاذ عبد الله، وأن يكونون في صحة جيدة جميعا. ونحن في مشروع مدرستي تهتم بصحتي نتمنى أن يزيح عنا الله هذا الوباء كوفيد 19، وندوم يعني سعداء في أوطاننا. شكرا لتدخلك ولتدخل تلميذتك أستاذ عبد الله، شكرا لك جزيلا. شكرا أستاذة فاطمة، وشكرا لكل الأساتذة والأستاذات الحاضرين والحاضرات معنا. بارك الله فيكم، وتحية لجميع الطلبة، ونتمنى لهم صحة جيدة إن شاء الله. مع السلامة جميعا. يعيشك، بارك الله فيك، وشكرا على التدخل والإفادة الجميلة. مرحبا أستاذة عبير، مرحبا بك في هذا اللقاء. صباح الخير، حالكم؟ كيفك؟ أستاذة عبير شاهين من الأردن، يعني أعيد أنه هذا اللقاء سيكون هو محور لمشروع مدرستي تهتم بصحتي، وأنا طرحت هنا سؤالا سوف أعيده إليكم. هذا السؤال هو: ما هي المخاطر الصحية التي تستطيع أن تعترض الطالب أو التلميذ في وسطه الدراسي في سن المراهقة خاصة؟ وهنا تدخل الأستاذ عبد الله ببعض النقاط المهمة، مثل التلوث، يعني التلوث في المحيط المدرسي يجعل الأطفال أو التلاميذ يعني يصابون بأمراض من بسبب التلوث. هناك أيضا قال إنه المدرسة التي يدرس فيها هي في الريف، والتلاميذ يقطعون معناتها كيلومترات كثيرة لكي يصلون إلى هذه المدرسة. وهناك بعض المخاطر البيئية التي يتعرضون إليها، ويتعرضون أيضا لنزلات برد وهكذا. وأيضا تحدث عن الحذر من معدات حادة في الوسط المدرسي، وقلنا في الأخير أن الوقاية أحسن من العلاج، وهذا معناتها من الحلول الجيدة، أنه معناتها نعمل حملات تحسيسية في ضمن الوقاية. أترك الآن المجال للأستاذ أحمد من مصر. الأستاذ أحمد تفضل. أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، هل لديك مداخلة أو إجابة عن هذا السؤال، أو أحد من طلابك يتفاعلون في هذا الموضوع؟ ننتقل إلى الأستاذ شيمان، تفضل أستاذ. طبعا الطلبة أكثر شيء ما يعانون في المدارس هو النظافة. النظافة، نعم، فالنظافة جزء ضروري من حياة الطلاب، وخاصة في المدارس، خاصة في الوقت الحاضر. صحيح، يعني مثل ما قال الأستاذ عبد الله، التلوث والنظافة يعني مهمة جدا، هالعوامل هذية في حياة التلميذ. أنا ذكرت في الفورمز هناك مخاطر عديدة، مثل الإدمان، مثل الهرسلة، مثل العنف، مثل التحرش، مثل الغذاء الغير صحي. هناك العديد من المخاطر التي تواجه الطالب يعني، ونسأل السلامة للجميع. في هذا المشروع نبحث على الحلول لهذه المخاطر. هل هناك من متدخل يعني، أستاذة بدرية أو أستاذة عبير، إضافة؟ صباح الخير. صباح النور، تفضلي أستاذة عبير. يعني أنت في موضوع الصحة ما شاء الله عليك. هلا أنا عندي صحة منطقتي، وإن شاء الله حيكونوا معانا الأعضاء، بس هو لأنه إجا الدعوة مبارح متأخرة، فأتوقع أنه اليوم كان صعب التواصل مع الطلاب، وهذا
فإن شاء الله باللقاءات الجاية يعني لجنة الصحة عندنا يعني ضخمة حوالي 20 مدرسة حيكون إن شاء الله معنا في أستاذة عبير. عندنا لقاء مهم جدا يوم 29 نوفمبر يعني عنها. حط الموعد من الآن 29 نوفمبر سيكون معنا طاقم طبي من تونس وسوف نتحدث في كل الشيء هذايا. أنا اليوم حبيت أكثر شيء أنه التلاميذ يتحدثون يحفظون يعني يقولون على كل ما يختلجهم في صدورهم ويتحاورون مع بعض. بتحبوا نستضيف كمان أطباء من الأردن معاكم برضو معانا طاقم طبي بال سوف أنسق معك أختي عبير وسوف يكون لقاء جميل جدا بإذن الله يفيد الناشئة جميعا. يعطيك الصحة أستاذة بدرية، هل لديك تدخل في هذا الموضوع؟ أستاذة بدرية يعطيكم العافية. أنا تدخلي بالموضوع خصوصا بالنسبة لبلدي سوريا بسبب الحرب صار في اكتظاظ بالمدارس بعدد الطلاب. هالاكتظاظ هيدا يعني سبب بعض المشكلات مثل التنمر مثل المشكلات بين الطلاب، فهيدا كلياته بيأثر على صحتهم. طبعا الوزارة أخذت احتياطاتها بعدة أمور خصوصا بموضوع الكورونا وجود المعقمات النظافة العامة ميزان قياس الحرارة للطلاب بشكل دوري تداركا لانتقال فيروس كورونا وتسبب الأذية لأكبر عدد من الطلاب. فبنسأل السلام للجميع وإن شاء الله كل طلابنا بيتمتعوا بصحة عامة إن شاء الله. يعيشك أستاذة بدرية من سوريا ويعطيك الصحة على قبول الدعوة والتدخل الجميل. الآن سوف نرجع إلى الأخت بسمة. بسمة تفضلي أخت بسمة. هل الصوت واضح مدام فاطمة؟ واضح جميل جدا. مرحبا بالجميع. مرحبا. اسمي بسمة محجوب، أستاذة تربية مدنية بالمدرسة الإعدادية بقصر هلال. هؤلاء هم طلابي. قلوا على السلامة. مرحبا. قلوا على السلامة بس بتونسي بتونسي. هم يرحبون بكم جميعا على طريقة تونسية. على السلامة. مرحبا. مرحبا. أولا وفي البداية أريد أن أشكر جزيل الشكر السيدة فاطمة لاختيار هذا الموضوع لأنه موضوع أساسي ويطرح نفسه خاصة في هذه الفترة فترة الكوفيد. وبالنسبة لنا في تونس اليوم لدينا مشاكل قديمة وهي خاصة الآن أصبحنا نلاحظها كثيرا بسبب النمط الدراسي الذي اختارته وزارة التربية الآن تماشيا مع كوفيد 19. الاختيار هذا أنه التلميذ في تونس اليوم يوم دراسي ويوم راحة، هذا بالنسبة لي أنا شخصياً يشكل مخاطر كبيرة وعديدة جداً للتلميذ، لأن أكثر عدو للطفل في سن المراهقة هو وقت الفراغ الذي لا يكون فيه التلميذ مؤطراً، خاصة مع عمل الأم وعمل الأب. نجد أغلب أبنائنا المراهقين إما في الشوارع أو في سجن الإنترنت وسجن الهاتف النقال والكمبيوتر الغير مراقب للأسف من قبل الأولياء. إذن هذا يعرضهم إلى مخاطر كثيرة وكثيرة جداً. للأسف الدولة غير واعية، يعني اليوم الطفل عندما يدرس يوم وينقطع عن الدراسة يوم هذا دون أن أطيره دون أن أوفر له خاصة النوادي مدرسية يسبب العديد والعديد من المشاكل. وأظنك تشاطرين عن الرأي مدام فاطمة. صحيح. نعم نعم. إذن بالنسبة لي يعني أنا شخصياً كأستاذة التربية المدنية أرى الحلول بسيطة ومتوفرة ولا تحتاج إلا إرادة من السلطات المشرفة على قطاع التربية والتعليم في تونس، وهي التكثيف من النوادي المدرسية. النوادي المدرسية كانت في فترة ما بالنسبة لتونس تقوم بدور كبير جداً في تأطير أبنائنا التلاميذ. اليوم للأسف نلاحظ عدم توفر بالقدر الكافي أكثر. ممكن أن العديد من المؤسسات التربوية لا يوجد بها نوادي أصلاً
والتلميذ عندما تسأله عن هواياته، عن المهارات التي يريد ممارستها وتطويرها، هو يجهل تماماً وجود النوادي، وهذا خطر كبير ممكن أن يجعل التلاميذ في أوقات فراغهم يقعون في مشاكل ممكن لا يمكن تجاوزها لا في سن المراهقة ولا بعد سن المراهقة للأسف. إذن بالنسبة لي الحل موجود، هو تشجيع التلميذ على المشاركة في الحياة العامة، تشجيع التلميذ على الانخراط في المنظمات الوطنية التي تعنى بالطفولة والجمعيات خاصة الرياضية التي تساعد في هذه الفترة عليكم المحافظة على صحتهم. وشكرا مدام فاطمة. يعطيك الصحة أستاذة بسمة. أنا بس بنشارك قاعدين التلاميذ في لعبة الكهوت، يعني جاهزين الهواتف؟ أيوة. أستاذ أحمد تفضل. أستاذ أحمد، هل من الممكن أن المشاركة أحد التلاميذ؟ نعم، أحد التلاميذ يريدنا التحدث عن النقطة ومدرستهم اللي يريدون بها. تفضل. نعم، هل ممكن المشاركة الآن؟ تفضل شارك أستاذ فاطمة. لك الكلمة، لك الكلمة أستاذ أحمد، أنت ودليل. أنا لا أسمع. تفضل. نعم. نعم. هنا سلمى، سلمى تلميذ تتحدث مع حضرتك. انا نحب معلمي. It's great.
هذا يا أستاذ أحمد، الصوت متقطع كثيراً. الصوت متقطع كثيراً. للأسف الانتقال ثم اليوم ده ما أعرفش ليه السبب والله. نعم. هل تريد أن أشارك في موضوع أستاذ أحمد؟ أستاذ أحمد؟ هل تسمعني؟ أستاذ أحمد. هل تسأل الطلبة بطوعك يعني موضوع الصحة؟ سؤال المخاطر الصحية التي يمكن أن يتعرض لها الطالب في بيئته المدرسية، هل يمكن أن تسأل هذا السؤال لطلبتك؟ أنا أستاذ أحمد تسمعني؟ أستاذ أحمد نحن لا نقدر أن نسمع الطلبة، الصوت متقطع جدا. هل يمكن تفيدنا يعني في موضوعنا؟ يعني المدرسة تهتم بصحتي؟ هل تريد أن تقدم لنا بعض الإجابة عن هذا السؤال؟ أستاذة فاطمة شكرا على المشاركة. وأنا لو طبعا حضرتك تعرفي معلش شكرا أستاذ نجار من مصر، سعدت كثيرا بقبولك الدعوة، وإن شاء الله في فرصة أخرى يوم 29 نوفمبر يكون لقاء أونلاين، يعني تستطيعون أن تشاركون اللقاء مع التلاميذ، ليس معكم في نفس الفصل، يعني سوف تشاركون الرابط مع التلاميذ ويدخلون بأنفسهم أونلاين ويستفيدون من نصائح الأطباء المختصين بإذن الله. يوم 29 نوفمبر سيكون لقاء مهم لجميع الطلبة. به الآن إذا كان هناك بعض الإضافات مرحبا بها، أو نبدأ في لعبة الكاهوت، ما هو رأيكم؟ يعني بنلعب لعبة الكاهوت؟ بسمة؟ تلاميذ بسمة؟ نعم تقولوا نعم مش الكاميرا. نعم سوف أشارك معكم الكاهوت الآن. أستعدوا، جهزوا هواتفكم. الناس الكل تدخل على kahoot.it kahoot.it. الناس الكل باش نلعبوا لعبة الكاهوت. أستاذ شمال أيضا وزينب من العراق والأستاذة عبير والأستاذة بدرية والأستاذة بسمة والأستاذ أحمد وتلاميذه وأنا فاطمة أبو عزيز وتلاميذي أيضا، سوف نلعب جميعا لعبة الكاهوت مع بعض، وهي في موضوع مدرستي تهتم بصحتي. هل تشاهدون الشاشة؟ هل الشاشة واضحة؟ أستاذة بسمة هل الشاشة واضحة؟ لا نعم واضحة واضحة. هذا هو الكود جيم. الكود جيم هو 6914915. يلا ننتظر اللاعبين. حبيبي
Thank you.
رح نبدأ في لعبة الكاهوت بإذن الله. يلا استعدوا تلاميذ قصر هلال، تلاميذ صفاقس سوف يتنافسون. لنبدأ. مدرستي تهتم بصحتي. السؤال الأول، ما هي أعراض الإدمان؟ الاكتئاب، التفوق في الدراسة، السلوك الإجرامي، بر الوالدين. ما هي أعراض الإدمان؟ الاكتئاب، التفوق في الدراسة، السلوك الإجرامي أو بر الوالدين. هما فما زوز إجابات صحيحة، يعطيكم الصحة اللي شاركوا الكل صحاح. الاكتئاب والسلوك الإجرامي هي من أعراض الإدمان. ننتقل إلى السؤال الثاني. الأولى في السؤال الأول هي آسيا، ثم أحمد، ثم سلمى، ثم رحمة، ثم يازا. ننتقل إلى السؤال الثاني. ما هي أنواع الإدمان؟ الإدمان الإلكتروني، الإدمان على التدخين، التحسيس والتوعية، السرطان، عافانا وعافيكم الله. ما هي أنواع الإدمان؟ هناك إجابتين صحيحتين، يعطيكم الصحة، كل الإجابات صحيحة. من أنواع الإدمان، الإدمان الإلكتروني والإدمان على التدخين. ننتقل الآن، هناك سلمى طلعت للمرتبة الثانية وآسيا تحافظ على المرتبة الأولى. ننتقل إلى السؤال الثالث. True or false؟ الإدمان يدمر الإنسان، نعم أو خطأ؟ True or false؟ الإدمان يدمر الإنسان، نعم أو لا؟ سؤال سهل هذا. يعطيكم الصحة، إجابة صحيحة. تحافظ إيسي على المرتبة الأولى وكذلك سلمى على المرتبة الثانية. نستطيع ننتقل إلى السؤال الرابع. ما هي مكونات السيجارة؟ النيكوتين، الزنجبيل، القطران، الإكليل. ما هي مكونات السيجارة؟ النيكوتين والقطران هما من مكونات السيجارة، يعطيكم الصحة، إجابات صحيحة. دائما إيسيا المرتبة الأولى وسلمى المرتبة الثانية. نمشي إلى السؤال الخامس. مازال التسابق، مازال ننتبه جميعا. ما هي الأمراض التي تنتج عن التدخين؟ السرطان أو السكري أو أمراض القلب والشرايين أو الجذري. ما هي الأمراض؟ صحيح، الإجابة كلها صحيحة، السرطان أو الأمراض القلبية والشرايين. هناك من يريد الدخول، الأستاذة عبير خرجت وهي تطلب الدخول. مرحبا بك من جديد أستاذة عبير. ننتقل إلى السؤال اللي بعد. هناك يازا من قصر هلال تتقدم إلى المرتبة الثانية وستحافظ على المرتبة الأولى. نيكست، السؤال السادس. ما هي أعراض الإدمان الإلكتروني؟ ما هي أعراض الإدمان الإلكتروني؟ تقلب المزاج، ممارسة الرياضة، فقدان معنى للوقت، الخروج مع الأصدقاء، للتسوق. نعم، الإجابتين صحيحتين هي تقلب المزاج وفقدان معنى للوقت. عافانا وعافاكم الله من الإدمان الإلكتروني. الإجابات وهي الجميع يحافظون على مراتبهم، تبقى دائما آسيا المرتبة الأولى.
ننتقل إلى السؤال السابع. ما زال هناك التنافس لننتبه جميعا. من أنواع الإدمان الإلكتروني؟ الإدمان على الكحول، الإدمان على الألعاب، الإدمان على التدخين، الإدمان على المحادثات والدردشة. ما هي أنواع الإدمان الإلكتروني؟ الإدمان صحيته، الإدمان على الألعاب والإدمان على المحادثات والدردشة هي الإجابتين الصحيحتين. يعطيكم الصحة. إلى الآن كل الإجابات صحيحة، ما شاء الله على تلاميذنا. دائما المحافظة آسيا ما شاء الله على المرتبة الأولى. السؤال الثامن، من أنواع الوقاية من مرض السمنة؟ هو من الأمراض التي تهدد زاد الأطفال في سن المراهقة. عدم تناول المشروبات الغازية، أكل الأكل السريع خارج المنزل، ممارسة الرياضة، مشاهدة التلفاز مطولا. نعم، عدم تناول المشروبات الغازية وممارسة الرياضة هي من أنواع الوقاية من مرض السمنة. الإجابات كلها صحيحة، يعطيكم الصحة. نمشي للسؤال التاسع قبل الأخير، من الأغذية الصحية التي تساعد الجسم على النمو والوقاية، ما هي؟ البطاطا المقلية، الخضر والغلال، المشروبات الغازية، الحلوى والمرطبات. بالطبع الخضر والغلال من أهم الأغذية الصحية التي تساعد الجسم على النمو والوقاية. أحسنتم. السؤال الأخير الآن، انتبهوا جميعا، سيكون الفيصل. الانتباه. السؤال الأخير، ما هي أشكال العنف المدرسي؟ تسلط الأصدقاء، متابعة الدروس، الانضباط، العقاب البدني. نعم، الإجابتين الصحيحتين هما تسلط الأصدقاء والعقاب البدني. يعطيكم الصحة. توا النتيجة النهائية، سلمى من قصر الهلال هي في المرتبة الثالثة. يعطيك الصحة سلمى. يازا من قصر الهلال هي من المرتبة الثانية، والمرتبة الأولى هي لآسيا. برافو جميعا للمشاركة في هذا الكهوت. يعطيكم الصحة. مدام فاطمة، بعد إذنك، المرتبة الثالثة سلام الدين مش سلمى، قال يقولها مدام الدين. نعم، هذوما توا التلاميذ اللي ربحوا باش يحكيوا توا، باش نقدموا توا اللي جات في المرتبة الأولى. آسيا، باش تقدم نفسك. هيا آسيا، هذه آسيا، آسيا المجدوب من صفاقس. السلام عليكم، اسمي آسيا المجدوب. علي صوتك آسيا، تفضلي. آسيا المجدوب من صفاقس. صف شعورك آسيا في هذه اللعبة، هل استمتعتي؟ نعم، استمتعت جدا بالمشاركة في هذه اللعبة، خاصة باختياز المركز الأول. وشكرا للمشاركة. ما هو رأيك؟ فخورة جدا بالمشاركة في هذا اللقاء وأيضا في هذه اللعبة والفوز بها. شكرا. يعطيك الصحة آسيا. هناك تلميذ آخر زيدا يريد أن التحدث. غاديك وقدم نفسك، علي صوتك. أحمد، مرحبا، اسمي أحمد. أنا سعيد جدا لحضور هذا اللقاء معكم ومع الأساتذة والتلاميذ من العالم العربي. ما هو رأيك في موضوع الصحة؟ هل هو مهم موضوع الصحة للتلاميذ؟ مهم جدا للتلاميذ. نسأل السلامة للجميع، ونحن الآن في مرحلة إنجاز بحوث على هذا المشروع، وهناك مجموعات من التلاميذ يقومون بإيجاد حلول افتراضية على برمجيات مثل الكو سبيسز إديو، مثل الماينكرافت إديوكيشن إديشن، مثل سكراتش. يعني إن شاء الله سوف أشارك معكم بعض إنجازات تلاميذي في موعدنا بإذن الله يوم 29 نوفمبر بإذن الله. الآن أختي بسمة، هل يستطيع تلاميذك تقديم النفس؟
نعم سلام. اللي ربحوا انا فرح جدا لمشاركتي في هذه اسمي سلامة، وانا فرح جدا بمشاركتي في هذه اللعبة وهي كثيرة مفيدة، واريد نوادي في كل المؤسسات التربوية. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. شو اسمه قلت لي بسمة؟ قول شو اسمك. سلام الدين. سلام الدين. سلام الدين محليك اسمك يا سلام الدين. يعطيك الصحة. شكون جينا في المرتبة الثالثة؟ المرتبة الثالثة لبنية يارا. يعني هي كتبنا اسم يارب وهي اسمها رحمة. رحمة رحمة. أنا ما عرفتش نقرأ هالاسم هذاك علاش غلطت في الساعة. تفضل رحمة. يعطيك الصحة. تفضلي رحمة. سلام. أنا سعيدة جدا بمشاركة هذه اللعبة، لقد تدربنا عليها سابقا في القسم وهي مفيدة. يعطيك الصحة رحمة. شكون يحب يتحدث من تلاميذك أستاذة بسمة؟ إذا كانت تريدين أن تفسحي المجال لبعض التلاميذ مرحبا بكم. نعم، من له ملاحظة أو استفسار أو أي إضافة في خصوص أو سؤال أو سؤال مثلاً عندنا يعني ما شاء الله أستاذ عبير، أستاذ بدرية، أستاذ أحمد، يعني يستطيعون الإجابة عن أسئلتكم. يعني مدام فاطمة سؤال على لسان تلاميذي، يتساءلون ما هو نمط الدراسة في الدول العربية؟ هل هم يدرسون مثلنا في تونس يوم بيوم؟ نعم، سوف نأخذ كلمة للأستاذة بدرية. تفضلي بدرية. يعطيكم العافية. طبعاً إحنا عنا بسوريا الدوام يوم بيوم، عم بيداوم الطلاب بشكل يومي وفي متابعة مستمرة ل يعني الوضع الصحي لإلون، وطبعاً ما يعني ما نقسم الدوام لأنه يوم بالبيت ويوم بالمدرسة بسبب أنه بيئة التعلم عن بعد غير متوفرة عنا بالمدارس بسبب الأزمة اللي نحن فيها، فالطلاب عم بيداوموا بشكل يومي، بس في تجديد من قبل الوزارة لمتابعة الأمور الصحية بالمدارس. يعطيك الصحة أستاذة بدرية. ننتقل أستاذة عبير، ما هو حال الدراسة في الأردن؟ أستاذة عبير؟ أستاذة عبير؟ هل أنت معنا؟ ننتقل إلى زينب من العراق. زينب، هل تستطيعين أن تقولي لنا ما هو حال الدراسة في العراق؟ والأوضاع الصحية؟ ليس هناك جواب. أستاذ أحمد عنده الإنترنت ضعيفة جدا، نسمعه الصوت متقطع. هل هناك استفسار آخر أستاذة بسمة؟ يعني نحب نسأل الزملاء من الدول العربية، هل لديهم مادة التربية المدنية مثل ما نحن في تونس؟ أستاذة بدرية، هل لديكم مادة التربية المدنية؟ تدرس في منهاج السوري؟ نعم، موجودة ضمن المنهاج السوري، بالإضافة لأنه وجود المرشدين النفسيين والمرشدين الصحيين بشكل دائم بالمدرسة يتابع أمور الطلاب. يعني هناك مادة، احنا مادة تدرس في منذ الابتدائي الى الثانوي تسمى التربية المدنية او كانت تسمى التربية الوطنية، وهي مادة عرف بها استاذة بسمة، مش نعرف بها انا التربية المدنية. نعم. عرفي بالمادة. نعم، الهدف من مادة التربية المدنية هو تكوين المواطن الواعي والمسؤول، يعني يتم اعتمادها في تونس منذ السنوات الاولى دراسة في الابتدائي، وهي مادة بالنسبة لي تجمع كل المواد الأخرى، لأننا لا يمكن أن ننجح في أي مجال تعليمي مهما كان دون أن ننجح في بناء المواطن. كنا نسميها سابقاً بمادة التربية المدنية، العفو الوطنية، منذ سنوات أصبحت تعرف بمادة التربية المدنية، ولكن أهدافها هي دائماً واحدة وهي خلق المواطن الواعي والمسؤول المعتز بهويته الوطنية العربية التونسية. نعم شوف هل ضمن المناهج السورية هالمواضيع هذه، لكن نحن نعتمدها كمادة مستقلة عن بقية المواد.
هي مادة مستقلة بذاتها. نعم. أستاذة عبير هل لديك إضافة؟ أستاذة عبير المنهاج الدراسي الأردني كيف تسير الأمور معكم في الدراسة أستاذ عبير؟ إحنا الدراسة متوقفة، إحنا ما في عنا طلاب بس يعني هلأ كنت عم بفرج المديرة هي جنبي ولا شوفهم أحلاهم قاعدين بالصفوف مش زينا، إحنا ما عناش دراسة بس إحنا عم بنداوم لحال وعنا الكمامة الكمامة الوضع منتشر مرض. منتشر جدا مرض بالأردن كمان في تونس يعني في تونس يعني ما شاء الله يعني ما في عائلة مش مصابة يعني ما شاء الله كل عائلة مصابة مثل في تونس يعني نفس الشيء لكن احنا السياسة في تونس تدعو إلى عدم غلق المدارس يعني مع البروتوكول الصحي ولكن مثل ما قالت زميلتي بسمة إنه البروتوكول الصحي لا يمكن تطبيقه على تلاميذ الابتدائي مثلا لأنه صغار السن وكذلك تلاميذ تلاميذ الاعدادي ما هو ليس هناك توفير يعني لمستلزمات الوقاية ولكن بندعي انه الله يسترنا جميعا يعني هذا هو الحل انه الدعاء لرب العالمين. لكن مدام فاطمه بعد اذنك ملاحظه انا اعتبر ان المخاطر النفسيه التي يسببها التوقف عن التعلم اخطر بكثير مما تسببه الكوفيد لان التلميذ يتاثر نفسيا بدرجه خطيره جدا من توقف الدروس وهذا ما لاحظناه مع ابنائنا. صحيح. في مداخله للمديره حابة تحكي معك. تفضلي. على البروتوكول الصحي هي كمان عضو لجنة. تفضلي أستاذتنا المدعى. مرحبا بك. صباح الخير. نتشرف بوجودك معنا أستاذتنا. مرحبا بالأردن. ولا عسير. أهلا. كيف حالكم؟ يعطيكم ألف عافية. يعطيكم ألف عافية. آمين. الله يعافيك. سامعينك تفضلي أستاذتنا. هلأ أنا حابة أحكي عن البروتوكول الصحي اللي اتبعناه في المدارس من بداية دوامنا السنة الدراسية 2020-2021. طبعاً رئيسة لجنة الصحة الأستاذة عبير قامت بتدريب المعلمين مع الكادر التدريسي ودربوا الطلاب وفعلاً كانت تجربة ناجحة الحمد لله. إحنا يعني في مدارسنا تقريباً دوامنا فترة يعني تقريباً شهر ونص شهرين مع الطلاب وما حصلت عنا أي حالة انتقال عدوى أبداً وحالياً كمان إحنا المدرسين مداومين برضو ما حصلت عنا أي حالة عدوى بسبب التقيد التام بإجراءات البروتوكول الصحي اللي هي التباعد والكمامات والتعقيم. اللي حابة كنت أعلق عليه إنه الجهود البشرية إذا تضافرت واشتغلت بشكل متكامل أكيد إحنا منكون بعون ربنا طبعا يعني بعاد عن المرض إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك الصحة على التدخل أستاذة ويعطيكم الصحة في الأردن. سعيدة إني دخلت معكم هاي المداخلة. أهلا وسهلا. يعطيك الصحة وإحنا سعداء جدا لوجودك معنا وإن شاء الله بتكوني معنا زيادة في لقاء 29 نوفمبر بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الكريم. إن شاء الله, الله. يعطيك الصحة. شكرا جزيلا على المداخلة القيمة. شكرا. نعود إليك يا أستاذة عبير. هناك سؤال يعني تساؤل من الأستاذة بسمة. تعود سؤالك أستاذة بسمة. آخر تساؤل أستاذة بسمة لك. نعم مدام فاطمة. لا آخر تساؤل لك. نعم شكرا وليس تساؤل هو أكثر منه شكر لك أنت بالذات على اختيار هذا الموضوع وعلى منحنا هذه الفرصة. أستاذة بسمة تساؤلك على الانقطاع في الدراسة يؤثر التلميذ أكثر من مرض الكوفيد هذا. نعم. هو سؤالك. نعم نعم يعني أفضى لها طفل نفسيته هي أخطر بكثير من عندما ينقطع عن الدراسة أخطر بكثير من تأثيرها بالكوفيد لأن الطفل مهم جدا أن يلتقي بأصدقاء مهم جدا أن يلتقي بأساتذته مهم جدا أن يتبادل الخبرات مع أصدقاء هذا غير موجود عندما ننقطع عن الدراسة هذا يؤثر سلبا جدا على نفسيته. ما هو الحل أستاذة عبير؟
والله هلا الحلول صعبه يعني في هذا الوضع، يعني اذا بدهم يداوموا ويصير انتشار للوباء كمان مش سهل، لان الطفل بده ينقله لعائلته والعائله فيها ناس كبار بالسن، ناس مرضى، يعني هي ما فيها حلول. في رضا بالامر الواقع. الحمد لله رب العالمين وربي يزيح علينا الهمه. يعطيك الصحه. كلمه ختاميه للجميع. بعد اذنك مدام فاطمه، هناك تدخل من تلميذة تريد أن تبدي رأيها. حل الكاميرا بسمة، حل الكاميرا حنشوفها. احكي بالدارجة ميسا إن شاء الله تفسر. هي مش كان كنا قطع دراسه، معناتها نسيت الطفل باش حتى كي مثلا قطع دراسه ويقولوا باش يرجعونا، اما حتى كي باش يقولوا باش يرجعونا ما عندهمش نفس القرار. وحيد يقولوا باش نرجعوا، وحيد باش يقولوا لا، وحيد يقولوا نرجعوا، وحيد يقولوا لا. ونفس الشيء زاد كي باش يقولوا لنا باش نقطعوا الدراسه، وحيد باش يقولوا باش نقطعوا الدراسه، وحيد باش يقولوا لا. هذيك الحاجه من حاجات اللي نجموا احنا نسيتنا نتعقد. يعني مدام فاطمه، يعني ما تقصده اسلام هو التذبذب في القرارات من الجهات المسؤوله عن انقطاع عن الدراسه من عدمه. هذا التذبذب له تاثير نفسي خطير على التلميذ، وهي تتكلم عن نفسها وعن بقيه زملائها. يعني عندما مثلا من المفروض كنا سندخل في عطله، اصبحت هذه العطله مطوله دون استعداد نفسي من التلميذ. نعم. استاذ عبير، كان لنا استاذ عبير واستاذ بدريه، يعني بنحكي لكم على الوضع اللي صار لنا الاسبوع اللي فات في تونس، انه كان عندنا يوم راحه ليوم المولد النبوي الشريف، فاصبحت 10 ايام بقدره القادر. يعني شيء يعني بكل مكان، يعني الحكومات محتاره شو تعمل، يعني صحيح القرارات متخبطه في كل مكان، والقرار نزل في الثانيه صباحا. الحمد لله. قرارات والإصابات بين المتعلمين بين المعلمين ليست كال ليست مأمول دون المأمول حسب تعبير وزيرنا. حسنا، الحمد لله على كل حال، ونأمل السلامة للجميع. وموضوع الصحة مهم، موضوع التعليم مهم. أنا بنظرتي إنه معناتها التعليم عن بعد أصبح ضرورة، أصبح الإدماج مع التعليم الحضوري أصبح معناتها شيء مؤكد جدا للحكومات العربية أن معناتها تنخرط في هذا الشيء، معناتها وتحضر نفسها للتعليم عن بعد. هذا هو الحل أنا بالنسبة لي. سعيكة أستاذة عبير قالت لا يوجد هناك حلول، لكن لازم نبحث عن حلول، لازم هذا قدرنا، ويجب علينا جميعا أن نتكاتف، يعني مجتمع مدني، مدرسون، تلاميذ، دولة. لا نحمل العبء الكل على الدولة، لأن الدولة دولات العربية هي دولات فقيرة، يعني ليست غنية. نعم، ولكن سوف نتكاتف جميعا لنجد حلول، ونحن نبحث عن حلول بإذن الله، وسوف الله ينصرنا في القريب العاجل بإذن الله. كلمة ختامية للجميع، لقاء جميل جدا، معناتها مر بسرعة، كان موعده معناتها ساعة من الزمن أصبح ساعة وربع. ما شاء الله، يعني الوقت يمضي بسرعة. نحب كلكم تعطيوني كلمة ختامية، وأنا سعيدة بهالوجوه النيرة اللي معايا، أساتذة كبار، أساتذة معناتها على رأسي من فوق، ونحترمكم ونتعلم منكم كثيرا. نتفضل أستاذ شمال، كلمة ختامية. أستاذ شمال، كلمة ختامية لهذا اللقاء. لهذا اللقاء ومبادرة من حول. لم نسمع صوتك أستاذ شمال. تفضل. كانت فرصة طيبة للمحاضرة الأستاذة فاطمة، وطرحتي فكرة الصحة والسلامة للطلاب، والخاصة حل ملاك التعليمي أو التدريسي في المدارس.
هذا المهم لهم انه يحافظوا على الصحة والبيئة وصحة التلاميذ وصحتهم ايضا وصحة عوائلهم، خاصة في هذه الفترة وهذا الوقت الصعب اللي يمر به. طبعا احنا بالعراق لغاية الان الدوام متوقف، وتم بلغنا بالفترة الاخيرة ونهاية الشهر نهاية هذا الشهر سوف يكون هنا يوم واحد كل 10 ايام، كل مرحلة تأتي الى المدرسة يوم واحد وكل 10 ايام. نسأل الله دع الباء والباء عن الأولاد والعباد، ونتمنى التوفيق لحضرات جميع الحضور. شكرا لك. اللهم أمين. يعيشك أستاذ شمال ونورتنا وشرفتنا في هذا اللقاء. أستاذة بدرية تفضلي. طبعا احنا بنتمنى السلامه للجميع، بس برجع باكد كلامك استاذه فاطمه انه مشاركه المجتمع المدني بالتوعيه ضد كورونا ومساعده الحكومات هو اهم شيء، يعني المبادرات الطلابيه والمبادرات من قبل المعلمين والمبادرات من قبل اولياء الامور يعني هي الاساس في دعم ورفض جهود الحكومات والوزاره لتجنب اخطار كوفيد 19، وان شاء الله ازمه وبتمر علينا على خير وعلى كل العالم ويتمتع الجميع بصحه تامه، وإن شاء الله السنة الجاية بنلتقي بأحسن الأحوال ونكون خلصنا من هالكابوس. ما بدي أحكي لسه، لازم نلتقي بتونس وتجيو لتونس. صحيت، هذا الشرط أنه منلتقي في تونس بإذن الله. إن شاء الله هيدا حلم عندنا. إن شاء الله هذا راح يكون في إن شاء الله. إذا كان الوباء بيزيح عنا أكيد رح نلتقي في تونس، وبما أنكم أنتم منسقين الأسبوع العربي للبرمجة يعني سوف تكونون في تونس بإذن الله. الكلمة الختامية للأستاذ أحمد. أستاذ أحمد من مصر تفضل. أستاذ أحمد هل أنت موجود معنا؟ بنعطي الكلمة الختامية للأستاذ عبير. ايش بدك؟ انا بدي احكي عن الواقع اللي فرضه مرض كوفيد 19. هلا يعني لو نيجي نطلع على الواقع اللي هلا احنا عايشينه، بالتاكيد مش رح نرجع بعد انتهاء المرض ان شاء الله للوضع التقليدي اللي كنا فيه. صار بغض النظر عن قديش هو اذانا، بس برضو إحنا نقلنا نقلة نوعية في مجال التعليم الأونلاين، المبادرات الأونلاين صار في عنا استخدام للتكنولوجيا بشكل عالي، كنا مجبرين عليها بس برضو أعطتنا خبرات كبيرة للطلاب وللمعلمين، وكان هذا الإشي قبل لك مستحيل، بس زي لأنه في واحدة ممكن تعمل معنا مداخلة. أعطيني ثانية. ألو عمال تدخلي لأنه لسه هلأ بدهم بيختموا، فأنا حابة تكوني موجودة. تيمز خلص على 29 الشهر ان شاء الله معنا في عندنا لقاء ان شاء الله. لا في في لقاء، وبنا اطباء من الاردن كمان شركاء معهم ان شاء الله بنرتبه. ماشي ولا يهمك. هاي رئيسة لجنة الصحة عنا، وكانت حابة تعمل مداخلة بس مشغولة بشيء ثاني، فان شاء الله في 29 شهر بتكون ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه استاذه عبير. ما شاء الله انا تشرفت برشا بمعرفتك، طاقه من الطاقات العربيه يعني ما شاء الله عليك في كل موضوع ايكي وجودك خميس. سعيده بصداقتي معك يعني استاذه عبير وتعرفي اليك، وان شاء الله مشاريع قادمه مع بعض. هي اللي وصلتني لكل المعلمين العرب. عايشك مدام فاطمة. فكروسنا إن شاء الله. تفضلي أستاذة بسمة لك الكلمة. بعد إذنك يعني حبيت شكر خاص للأبناء التلاميذ، لأن هذه أول تجربة لهم مع التكنولوجيا ومع تيمز ومع لازم لهم أبدبين من زي اللي عنا بنطلع. وشكرا
يعطيك الصحة مدام، وشكرا مجددا للجميع. ولا بس قدام الكاميرا؟ نعم، طلابكم دائما مؤدبين وقاعدين ولا بس عشان قدام الكاميرا؟ دائما دائما. هاي برافو. هلا بكره لنختم اللقاء بالنشيد التونسي، لنختم اللقاء بالنشيد التونسي مع تلاميذك. نعم، لنختم اللقاء مع النشيد التونسي من عند تلاميذك. نعم تفضل، واش ناخذ نشيد وطني؟ ناخذ نشيد وطني التونسي، ناخذ نسكن قرجي في أي ما بعضنا. حماة الحماة يا حماة الحماة، هلموا هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن، ورثنا السواعد بين الأمم، زهوراً زهوراً كهذا البناء، سواعد يهتز فوقها العلم، نباهي به ويباهي بنا، وفيها كفان العلا والهمة، وفيها غمان لنيل المنى، وفيها لأعداء تونس لقم، وفيها لمن سلمون السلام. حماة الحمى يا حماة الحمى، هلموا هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن، لتشوى السماوات برعدها، لترني السواعق نيرانها، إلى عز تونس إلى مجدها، رجال البلاد وشبانها، فلا عاش في تونس من خانها، ولا عاش من ليس من جندها، نموت ونحيا على عهدها، حياة الكرام وموت العظام. حماة الحمى يا حماة الحمى، هلموا هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن، إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب الغضب، ولا بد للغيب أن ينجلي، ولا بد للغيب أن ينتصر. حماة الحمى يا حماة الحمى، هلموا هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن. إلى اللقاء، إلى اللقاء، إلى اللقاء، إلى اللقاء، إلى اللقاء، إلى اللقاء. حلو إن تعرفت على النشيد الوطني التونسي أول مرة بعرف. من أحسن النشيد. ما بعرف إنه حماة الديار. هل أعجبكم النشيد الوطني التونسي؟